هذه الآية اللي هي في اليهود ابتداء، وفي من يشبههم، وفي من يشبههم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الدين يعني الدين الحق بحربوه، ويسعون في الأرض فسادا. كيف بيسعوا في الأرض فساد؟ في ناس بيكون هو فاسد، بيكون هو فاسد بس ما بسعى، لكن اللي بسعى في الفضائيات، واللي بسعى في المناهج، واللي بسعى في فتح البارات، واللي بسعى في مين؟ يحاربون الله ورسوله، يا سبحان الله، هم أهل الفساد. أولهم مين؟ هذو جماعتنا، هذو يسعون في الأرض فسادا ولا لا؟ حتى لما بتقول لهم أنا هينها مش عامل إشي، بدهم يذلوك، بيحاربوا الله ورسوله. طب سؤال لكم، اليوم في أنظمة انكشفت إنها ضد الإسلام، حاربت الله ورسوله؟ بتحارب. يسعون في الأرض فسادا؟ يسعون. بنطبق عليهم هذا؟ بنطبق. ما يروحوا ليش للي بده يسرق هيك متخبي ورا حجره، وطلع ناس بسلاح واخذ مصاريهم، هذا هو؟ واللي ماخذ المليارات، واللي ماخذ المليارات، واللي بدفع المليارات بس مشان يقاوم الدين، هو ممكن، ما هو عبد الله بن ابي بن سلول كان يقول لك انا مسلم، وكان يصلي في الصف الاول. وقلت لكم مره انه عبد الله بن ابي بن سلول وقف في يوم من الايام في المسجد والرسول على المنبر، شو قال؟ ايها المسلمون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله اليكم، يعني فانصروه. شدوه من اواعيه، قالوا له اجلس قبحك الله، اجلس قاتلك الله، انت بدك تزاود على الصحابه ينصروا رسول الله؟ ليش عملوا اللي يخذلوا؟ واعيين الصحابه، واعيين واعيين. ولذلك ديروا بالكم، اليوم بتنطبق على مجتمعات بتسمي حالها اسلاميه، قصدي حكومات، حكومات بتسمي حالها اسلاميه، بنطبق عليها هذا الكلام اكثر من اليهود. ليش؟ لانهم يحاربون الله ورسوله اكثر من اليهود، ويسعون في الارض فسادا اكثر من اليهود، وتجد بعضهم له فضائيات تنشر الدعاره في الارض، كلهم بنفس الطريقه على فكره، كلهم بيحجوا، بيحجوا، بيعتمروا، بيعتمروا. هو عبد الله بن ابي سلول ما ادري كم حج وكم مره اعتمر، ما ادري، ما حسبناش. الان انتم في نعمة الزمان اللي انكشف فيه الباطل. عارفين شو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه التغيير حتمي قادم. طب بندفع ثمن؟ زي ما قلنا بندفع ثمن، في تضحيات، في تضحيات، في آلام، في آلام.